بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية التابعة من الجن وكيف التخلص منها. قال الإمام الصادق عليه السلام: من كتب سورة الحجرات وعلقها على المتبوع رجل أو امرأة أمن من شيطانه ولم يعد إليه أبدا. ليس هذا فقط، بل كذلك المرأة إذا شربت من ماء سورة الحجرات، تكتب طبعا بالماء أو الزعفران، إذا كتبتها وشربت من مائها عفوا درت اللبن بعد إمساكه، إذا كانت المرأة قليلة اللبن. وليس هذا فقط، بل قال الإمام الصادق عليه السلام: المرأة إذا شربت من ماء سورة الحجرات حفظ جنينها، أي المرأة التي تخشى من الإسقاط أو يكون لديها إسقاط الطفل متكرر وتخشى من التابعة، هذه التابعة التي تعمل على إسقاط الطفل. فقال: فإن المرأة إذا شربت من ماء سورة الحجرات حفظ جنينها وأمنت على نفسها من كل خوف ومحذور بإذن الله تعالى. إذا ما عليك إلا أن تكتب سورة الحجرات وتشرب من مائها، أو إنك ماذا تعلقها على المتبوع من قبل التابعة إلى غير ذلك، فتتخلص من هذا الشيطان ولن يعود إليك أبدا. جرب ولا تشك. كذلك في مسألة التابعة للأطفال، تابعة للأطفال تؤذيهم إلى غير ذلك، الإمام الصادق عليه السلام يقول: من كتب سورة إبراهيم على خرقة بيضاء، قطعة قماش بيضاء، وجعلها على عضد طفل صغير أمن من البكاء والفزع والتوابع. هذا الطفل يقول بكاؤه وكذلك يأمن الفزع أثناء الليل أو أثناء ما ينام، يفزع فورا وكذلك يأمن من التوابع من الجن. ليس هذا فقط، بل إن الأم التي تخشى من فطام ولدها بأنه يتأذى، قال الإمام الصادق عليه السلام: من كتب سورة إبراهيم على خرقة بيضاء وجعلها على عضد طفل صغير سهل الله فطامه عليه بإذن الله عز وجل، لا يتأذى من الفطام. هذا ما ورد في كتاب تفسير البرهان، وفي خدمتكم برنامج صباحات ولائية. أمين محمد، خادم في مرقد الحسين عليه السلام.